السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وكل اللي احنا بنطلبه من حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة، وقناتكم صن ستايل فاشن، والمهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلب من حضراتكم الدعم، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تستفيد منه زي ما حضراتكم استفدتم منه إن شاء الله. إذا كنا احنا عايزين نشتغل بالأصل الأصيل اللي بنينا عليه قناتنا وقناتكم الدال على الخير كفاعل. الموديل اللي قدامي هو جيب بنطلون ماشي. فاذا كانت اصلا المودلز اصلا لابسه وهي قاعده، لكن هو باين مدى الوسع بتاعه، باين ايه مدى الوسع بتاعه، يعني مثلا الرجل بتاعت البنطلون دوت مش اقل باي شكل من الاشكال من 60 سنتي، يعني هو اقلها حاجه، اقل حاجه هتكون 60 سنتي، تصل لكام؟ تصل ل 75 سنتي كمان. ليه؟ لان احنا لو لاحظنا ان مثلا، شايف اصلا ادي ايه الركبه بتاعت الرجلين ماشي، امشي كده مع البنطلون لتحت شوف واصل لغايه فين، تمام. وكان في صوره تانية ليها للموديلز نفسها، وهي يعني البنطلون اشوفها لحضراتكم اهي ماشي، شايف مدى وسع البنطلون من تحت اهو، شايف الشكل عامل ازاي. فانا زي ما قلت لحضراتكم اقل حاجه لوسع البنطلون دوت 60 سنتي، تمام، ويصل الى 75 سنتي، يعني متر الا ربع، متر الا ربع. طيب البنطلون دوت او الجيب بنطلون دوت عشان يتعمل هو عايز قماش قد ايه؟ اذا كان المقاس اللي انا هشتغل عليه 110 سنتي الطول، فانت عندك عايز طولين، يعني 110 وهتضيف له 6 سنتي اللي هم بتوع التانية، يبقى انت عايز كده 116 سنتي ماشي. ما تنساش حاجة، ان الوراني بيبقى زيادة عن القداماني من كام؟ من 6 ل 10 سنتي، فانا هاخد اقصى حاجة 10 سنتي، يبقى انت عندك 126 سنتي، تمام. يبقى انت عندك القداماني 116 سنتي، الوراني هيبقى 126 سنتي، يعني لو انت جمعتهم هيبقى كام؟ 242 سنتي، يعني تقريبا انت عايز للبنطلون دوت ها 2.5 متر، عشان بس نبقى عارفين القماش اللي في ايدينا هيكفي ولا لا، تمام. لان انت لما تكون واخد مثلا الرجل بتاعتك 60، ايه اللي هيتبقى من العرض؟ ما هي 60 في 2، ايه اللي هيتبقى من العرض معاك؟ هيتبقى 15 سنتي، هتعمل بيها ايه؟ مش هتنفع حاجه خالص. ده على اساس ان انا باخد طول، وليكن طول ايه؟ القداماني، تمام. طيب اذا ده كده من ناحيه ايه يا جماعه، ده كده من ناحيه القماش نفسه، ده كده بعد اذن حضراتكم من ناحيه القماش نفسه. احنا رجعنا للصوره الاساسيه بتاعت الموديل معايا، ده كده ايه زي ما قلت لحضراتكم من ناحيه ايه القماش نفسه، هل يا ترى انا محتاج قد ايه. تعالى بقى نبص للموديل، وحتى وان كانت هي اصلا لابساه وهي قاعده، بص معايا، ادي في كالونه اهي، في كالونه اهي، تمام. يبقى دي اول حاجه تلفت نظر، ان في كالونه اماميه، وطالما في كالونه اماميه هتبقى في كالونه خلفيه على فكره، عشان تديني الوسع ده كله، يبقى في ايه كالونه خلفيه كمان، تمام. الكالونه دي هتكون قيمتها قد ايه؟ الكالونه ديت هتكون ايه؟ 5 دبل في كل جنب، مش فاهمين؟ 5 دبل يعني 5 سنتي، واروح تانيها والعمق بتاعها 5 سنتي تاني، يبقى كده 10 سنتي،
و10 الناحية التانية، يبقى كل كانونة هتبقى عندي كام؟ 20 سنتي. كل كانونة هتبقى عندي ايه؟ عايزة 20 سنتي صافي. الامامي فيه كانونتين، يعني ايه؟ في 40 سنتي فوق ايه؟ مقاس القمر ذاته. تمام يا جماعة؟ عشان بس لما نيجي نشتغل الكلام ده انا بوضحه دلوقتي، لان انتوا عارفين ان انا فهم الموديل ها 60% من الموديل نفسه، 60% من الموديل نفسه عشان اعرف اشتغل فيه. يبقى الكالونة امامية والكالونة خلفية، تمام؟ وهعمل السوستة بتاعت البنطلون ده سوستة جنب. طب انت الخامة اللي هتشتغل فيها ايه؟ هقولك ان الخامة اللي هشتغل فيها يجب ان هي تكون خامة بتهدل. يعني ايه؟ ما تديش فوليوم، ما تديش حجم، تمام؟ تبقى نازلة رخوة على الجسم. هي دي ايه؟ ستان، بس مش اي ستان، الستان الخفيف. الستان الخفيف، الستان الخفيف الليكرا، ماشي؟ يعني ولا ستان التموضة ولا ستان صالونة ولا دراي ستان، لا ده ستان خفيف، ماشي؟ عشان يبقى نازل مهدول على الجسم بنفس الشكل. على فكرة الستان ده غالي مش رخيص، على فكرة الستان ده غالي مش رخيص، وخاصة احنا لو عرفنا اصلا مين اللي لابس البنطلون ده، ماشي؟ يعني هي هيفاء وقبي اللي لابساه، تمام؟ واصلا يعني اصلا صاحبه البنطلون هي جابت لنا الصوره ديت وقالت انا عايزه زي ده، زي البنطلون ده بالظبط. فالخامه ديت هي موجوده اصلا، طبعا مش الخامه نفسها، يعني اصلا التقليد بتاعها هتلاقيه في الوكاله عندنا هنا هوت في مصر. المتر بتاعها ب 120 130 الخامه ديت. فيبقى انت عندك بنطلون هيحتاج كام متر؟ هيحتاج 2 متر ونص، ماشي؟ طب انت هتشتغل في خامه ايه؟ هقول لك ان انا هشتغل في خامه شفون، كريب شفون، وهيتبطن بروزيتا. كريب شفون وهيتبطن بروزيتا، ماشي؟ طب هقص على ايه؟ هقص على الروزيتا الاول، يعني هقص البطانه الاول يا جماعه، تمام؟ هقص البطانه الاول، ومن البطانه نفسها هحطها على الايه؟ على القماش ونطلعه، تمام؟ البنطلون وذوق قمر، يعني من غير قمر، قمر داخلي يعني. والكلام دوت اصلا يعني باين قدام حضراتكم لو احنا ايه قربنا الصوره، ايه شايف القمر اهو؟ مفيش قمر، تمام؟ مفيش قمر. هعمل سوسته جنب شمال، سوسته جنب ايه؟ شمال، يعني هي في ايه؟ في ناحيه ايديها الثانيه وهي قاعده، تمام؟ وزي ما قلت لحضراتكم هنعمل الكالونه ديت امام وخلف. طب انت دلوقتي دي تقريبا كل ابعاد الموضوع بالنسبه للموديل. طبعا الحجر بتاعه حجر طويل، حجر طويل مش حجر قصير. طب في صوره تدل على كده؟ اه تقريبا، يعني انا هبص كده هل يا ترى ان انا عندي صور تدل على كده؟ ما اظنش، بس هو زي ما بقول لحضراتكم ايه، ما لا ما عنديش صوره تدل على ذلك. بس كان في صوره جانبيه انا فاكر ان انا نزلتها من على الكمبيوتر، ابص عليها واوريها لحضراتكم، هبص عليها واوريها لحضراتكم، اشوفها كده وارجع لحضراتكم تاني. هو للاسف الصوره اللي وجدتها اصلا مش مبينه برضو، هي جايبه لي الجنب بتاع البنطلون، لان هو البنطلون اللي في الايه، في السنتر هنا اللي فوق في الوسط ده، فمش جايبه لي الا جنب البنطلون، لكن من الامام مش جايبه، تمام؟ فكده خلاص، يعني هو كده كده اوريدي، يعني انت ال طول الحجر هيكون كام؟ اقل حاجه هتكون 32 سم، هتكون 32 سم، ماشي يا جماعه؟ عشان بقى نبدا نروح ونشوف احنا هنشتغل الكلام ده ازاي. يبقى ديت اصلا ده فيديو قراءه للايه؟ للموديل نفسه، ده فيديو اولاني قراءه للموديل نفسه. هنعمل فيديو، هنعمل الفيديو دوت على 3 مرات، جزء هقص فيه ادي جزء اولاني دوت اللي هو قراءه الموديل والفهم بتاعه وتتبع الديتيلز بتاعته اللي هي التفاصيل بتاعته بمعنى اصح،
ماشي، وفيديو تاني هنقص فيه الامامي ماشي طبعا على البطانة اولا، ثم نقص على الشيفون، والفيديو التاني هو قص الخلف بتاع البنطلون، قص الخلف بتاع البنطلون وكيفية تحديد بقى القمر والكالونات والكلام دوت. هنمشي فيه خطوة خطوة مع بعض، ده كتير جدا جدا كانوا طالبينه. انا عملته بالفعل قبل كده، كان احد الاخوة طلبوا مني فعملته له على عينة وصورته له، وبفضل الله عز وجل الفيديو لقى استحسان كتير جدا جدا من حضراتكم، ولكم جزيل الشكر على ذلك. لكن احنا دلوقتي في الموديل دوت، انتوا عارفين ان انا بمجرد ما بنتهي من الفيديو حد تاني يخش يقول لي انا عايز، يعني انا لسه مخلصه ودخلت في حاجه جديده، يقول لي لا انا عايز كذا، وهو اصلا هو الفيديو اللي قبليه مباشره. تمام؟ فللاسف ان انا بضطر ان انا ايه؟ اعمل الحاجه كذا مره، اعمل الحاجه كذا مره، ماشي؟ فعايزين احنا بقى نمشي في الموديل دوت كده ستيب باي ستيب، ونشوف احنا هنقدر نوصل لايه عشان نوصل للشكل اللي هو ايه المرجو اللي هو بتاع الايه بتاع البنطلون ذاته، ماشي، ونشوفه مع بعض اللي هو ايه البنطلون نفسه. تمام كده، ونبدا بقى ايه نروح على البنك ونشتغل. ارجو ان حضراتكم ما تنسوناش من صالح الدعاء، الدال على الخير كفاعلي، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلب من حضراتكم فضلا لا امرا، وتشييره على صفحاتكم الشخصيه ارجو منكم ذلك على اساس ان احنا نقدر نوصله، لان البنطلون دوت يعني بمعنى اصح بغض النظر عن مين اللي لابساه او ده او دوت او هو موضه بالنسبه لها، لكن البنطلون دوت فيه خير كتير، فيه خير كبير اصلا، يعني يا ريت ان الكل يلبسه، ماشي، لما فيه من ستر ويعني ستر ستر يعني. تمام؟ فياريت ان الكل ينشره، واي حد محتاج في حاجة انا تحت امر. هنبدأ بقى نروح على البنك ونبدأ نشتغل، وننهي الفيديو بتاعنا على لغاية هنا، ونقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغاية هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا، ويبقى فيه تشعب في المسألة نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي، هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله، يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض، بس على اساس ايه ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدال على الخير كفاعلي، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.